بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طريقة سهلة وفعالة للتخلص من حبة رمل أو غبار أو زغبة أو شعرة أو حشرة كالباعوض سقطت في العين. فالطريقة سهلة وهي أخذ كأس مملوء بالماء. هذا هو الكأس، أملأه بالماء هكذا، أملأه عن آخره، ثم أدخل عيني في كأس، في هذا الكأس وهي مفتوحة، وأحركها داخل الكأس يمينا ويسارا. فبمجرد فعل ذلك تسقط الشعرة أو الزغبة أو حبة الغبار أو الرمل أو الحشرة الطائرة، تسقط في الكأس. وهي طريقة صحية لا تشكل أي خطر، وينصح بها المختصون. عافانا الله وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.